مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو السويدية الخبير العسكري والأمني دكتور فالح حسن الموسوي. أهلا بكم دكتور فالح. بداية، لماذا برأيك تصر تل أبيب على تسريب أنباء تؤكد أنها مسؤولة عن قصف مقرات لميليشيات الحشد في العراق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات خاصة لكادركم ولجمهوركم الكريم. أهلا وسهلا. توم وجيري، هاي اللعبة بأفلام الصور المتحركة، احنا يبدو نعيش توم وجيري. تسريبات، قصف، اعتراف، عدم اعتراف. هو السؤال اللي أسأله، انه الأجواء العراقية سيطرة كاملة لأمريكا لو لغير أمريكا؟ فإذا سيطرة كاملة لأمريكا على الأجواء العراقية، فإذا أمريكا تعرف وتعلم علم اليقين من هو اللي استهدف مواقع، الحقيقة مو مواقع الحشد الشعبي، هي مواقع تابعة لإيران. يعني أمريكا تعرف بالضبط منه، وهاي عملية شد وجذب، شد حبل بين طرفين، كل طرف يريد يكتف قوة الآخر، وكل طرف يريد يستفز الآخر، وكل طرف يريد الآخر يبادر. واني اللي أعتقده، أنا مصر إنه إيران ستضرب، لكن في الوقت اللي تحدد أمريكا. إيران الآن ده تتعرض إلى حصار قاتل، والميليشيات بالمناسبة بالعراق فقدت ثقة العراقيين وفقدت المصداقية، لأنه هذه المهاترات والمزايدات والضجيج والصوت العالي، وينهم عن مواقع اثنين انضربت وصواريخ فجرت وقتلى، يعني قتلى ما يعدوهم هم ولا يحكون عنهم، لكن قتلى موجودين. يعني شنو بهذه النقطة دكتور فالح، ضربات متكررة على مقرات تلك الميليشيات، ومع هذا فإن الميليشيات تنفي وقوعها، أي وقوع الضربات، رغم تشييع الحرس الثوري الإيراني لأحد قادتها الذين قتلوا في غارة على معسكر أميرلي. لماذا النفي المستمر؟ وهل هي الآن في مرحلة حرج؟ طبعاً ده يحافظون على ما وجههم، لأنه قيس الخزعلي يطلع يقول ندمر ونقتل، ذاك البطاط يقول لك احنا نذبح وندمر، واحنا ولاية الفقيه، واحنا تبعية لولاية الفقيه، واحنا اللي يتقرب على إيران. وينكم؟ والآن في عقر داركم ده يضربوكم. حتى رد ما عندهم القدرة على يردون رد إعلامي. حتى في مجال الحرب النفسية المفروض يتحاملون في مجال الحرب النفسية، هم فقدوا الزمام المبادرة، فقدوا الكرامة، فقدوا القيمة. الآن الشعب العراقي كيف يتعامل مع دولة اللي هم مجرد الآن ظاهرة، يعني هم بلا صوتية لا أكثر. أنا هذا اللي أشوفه. إسرائيل تضرب، أمريكا تضرب، ربما ما حتى كوستاريكا راح تضرب العراق، وراح يقول لك طائرات مجهولة الهوية. أي دولة هاي طائرات مجهولة الهوية والرادارات الأمريكية شغالة، الأقمار الصناعية شغالة، أو ينفي الضربة هذا بالمنطلق العشائري في عشائر العراق، من يعتدون على واحد ويستحي يحكي قدام جيرانه وقرابته يقول والله ما ضربوني، يعني هذا حكي. يعني هي مو مسألة عشائرية، مسألة طائرات تجي تقطع مسافات، توجه ضربات جدا قوية بالمناسبة. نعم. ضربات جدا قوية. بهذه النقطة دكتور فالح، صحيفة صهيونية تقول إن تل أبيب تعتزم توسيع رقعة استهداف ميليشيات إيران لتشمل العراق، هل أخذت تل أبيب الضوء الأخضر لضرب الميليشيات برأيك؟ ما أخذت ضوء أخضر، بقدر ما عرفت أنه الجانب الآخر جانب غير قادر على الرد، جانب مجرد قول، مجرد كلام. يعني هو شنو الرد اللي صار؟ يعني طيب ما يرد حسن نصر الله على ضربات العراق، مو محور مقاومة كما يقولون؟ ليش ما يردون الآن على القواعد الأمريكية اللي موجودة بالعراق؟ أخي، أمريكا وإسرائيل يوم ورا يوم ده تشتغل طريقة القضم وياهم، ده تشتغل بطريقة إنه استفزاز بعد استفزاز، ضربة بعد ضربة، تشوف ردود أفعالهم. وأني اللي أعتقده
انه اسرائيل الان ايقنت انهم غير قادرين على الرد، مو فقط غير قادرين على الرد وانما اصبحوا مثل النعامه يغطون راسهم في الارض. كل الناس تعرف ان الضربات اللي وجهت كانت ضربات مؤثره، وكانت ضربات اذا مو امريكيه فهي صهيونيه، وبالتالي امريكا على علم لانه الفضاء السماء العراقيه الرادارات العراقيه تحت السيطره الامريكيه. فانا اللي اعتقد ضوء اخضر اسرائيل ما تحتاج ضوء اخضر، كان الصهيوني ما يحتاج ضوء اخضر لان ده يضرب القواعد والمقرات الايرانيه في سوريا. فشنو المشكله اذا ضربهم بالعراق؟ لا سيما وان الحكومه العراقيه حكومه فاقده السياده، حكومه بلا سياده. وضحت الفكره دكتور فالح حسن الموسوي الخبير العسكري والامني، كنت معنا عبر الهاتف من مانوا السويد، شكرا لك.